حذر خبراء الصحة أخيراً من انتشار أرز سام مصنوع من البطاطا الحلوة والبطاطا العادية والبلاستيك، وأشاروا إلى أنه تم تسويق هذا النوع من الأرز في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. فلكي لا تقعوا ضحيته، ننصحكم بأن تستخدموا إحدى هذه الطرق الأربعة لتميزوا بين الأرز الصحي وذلك البلاستيكي. الطريقة الأولى: ضعوا بضع حبوب من الأرز في كوب من الماء، فهي ستطفو على سطح الماء في حال كانت مصنوعة. ثانيا: احرقوا القليل من الأرز، ولا شك في أنكم ستكتشفون احتواءه على البلاستيك من خلال رائحته ولونه الذي يتحول إلى أسود. الطريقة الثالثة: اطحنوا بضع حبات من الأرز، وفي حال احتوى الطحين على رؤوس صغيرة احرصوا على التخلص من كل الكمية. الطريقة الرابعة: اغلوا قبضة من الأرز مع الماء ثم ضعوها في وعاء لمدة 3 أو 4 أيام، وفي حال لم يظهر الفطر أو لم يفسد فاعلموا أن الحبات تحتوي على البلاستيك، لأن البلاستيك لا يتغير مع الوقت.